السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا جاية لكم معلش بخبر عاجل بقى، خبر محزن لكتير من المصريين. توفيت الفنانة رجاء الجداوي داخل مستشفى أبو خليفة بالحجر الصحي بالإسماعيلية. توفيت متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا المستجد. كانت قد أصيبت بالفيروس أثناء تصوير أحد المسلسلات لها، وتم نقلها لمستشفى الحجر الصحي بالإسماعيلية، وأثبتت بقى التحاليل إيجابية إصابتها. تدهورت حالتها الصحية مع الوقت وتضاربت الأقاويل من حيث تحسن حالتها وتطورها. يعني في ناس قاعدة تقول ده هي ما شاء الله صحت وطلعت من المستشفى، وفي ناس قاعدة تقول لا ده هي لسه تعبانة. بس النهاردة نزل بوست على الموقع بتاع الفيسبوك بتاع بنتها، تعرف بتأكد فيه الخبر إن هي مامتها توفيت، وتم وضعها بالعناية المركزة بعد ما تم نقلها لمستشفى الحجر الصحي بالإسماعيلية. طبعا عملوا لها التحاليل وطلعت تحاليلها إيجابية، فوضعوها في العناية المركزة على أجهزة التنفس الصناعي. وبعد كده توفيت متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا، ومن المقرر أن يتم التغسيل والتكفين وتكفين الجثمان ونقله برفقة فريق من الطب الوقائي، ونقل المقابر أو مقابر العائلة للدفن بالقاهرة. زي ما انتم عارفين الموضوع ده لازم يتم تحت إشراف مختصين، ولازم الموضوع هيكون صعب طبعا في الإجراءات، في إجراءات الغسل والدفن والكلام ده. ربنا يا رب يرحمها ويسامحها. فاحنا طبعا لازم ناخد احتياطاتنا، منستهونش بالموضوع. ناس كتير واخدة الموضوع عادي وباستهتار، لا، فاحنا لازم ناخد بالنا كويس ونلتزم بالإجراءات الوقائية، وبالذات الناس كبار السن والناس اللي عندها أمراض مزمنة. فيا رب يحمينا يا رب ويعافينا ويرفع عننا البلاء يا رب. واللي ما يعرفش بقى، الفنانة رجاء الجداوي هي من مواليد 6 سبتمبر 1938 في محافظة الإسماعيلية، وهي تبقى ابنة أخت الفنانة تحية كاريوكا، تبقى بنت أخت الفنانة تحية كاريوكا. يعني في ناس كتير ما تعرفش الموضوع ده. بعد كده هي اللهم صل على سيدنا محمد، يعني ابتدت في الترجمة واللهم صل على سيدنا محمد، واشتغلت كعارضة أزياء برضو. ومن هنا تم اختيارها وفازت بمسابقة ملكة جمال القطر المصري سنة 1958. وبدأت طريقها الفني بقى بعد كده. يا رب يرحمها ويرحم أموات المسلمين، ويا رب محدش يفقد عزيز أو غالي عليه يا رب العالمين. وكلمة أخيرة بقى ورجاء، المحافظة ثم المحافظة، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. ما تقولش بقى أسيبها على الله، ما هو كله على الله. بس يعني ربنا ما قالش اعملوا كده، ما قالش ارموا بديكوا في التهلكة. لازم نحافظ، ربنا أمرنا بكده، لازم نحافظ، لازم ناخد كل الاحتياطات الوقائية. وفي النهاية، في نهاية الخبر، أتمنى للجميع السلامة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.